بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مستر محمود. ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنستكمل بأمر الله مراجعة يونت 4 5 6. تمام، احنا الحلقة السابقة اتكلمنا عن يونت 4 and 5. اوكي، طبعا اللي ما اتفرجش على الحلقة هيلاقيها تحت كده في الديسكريبشن، هيلاقي الرابط بتاعها تحت في الديسكريبشن. تمام، هنكمل كده بأمر الله يونت 6، وهنكمل بقى ايه كده a quick revision about the three units. Number one, I couldn't meet the manager. He was not انا ما قدرتش اقابل المدير. ما كانش ايه بقى؟ physical, available, pessimistic, optimistic. pessimistic يعني متشائم، optimistic يعني متفائل، available متاح، يبقى انا ما قدرتش اقابله، اكيد ما كانش ايه متاح. اوكي، نمبر 2، people who do manual work. manual work يعني العمل اليدوي. have more space fitness، يبقى اكيد حاجه خاصه باليدوي، يبقى اكيد حاجه physical. physical fitness يعني يكون عندهم كده ايه قوة بدنية. تمام، طب هنا mental 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 يعني ذهنية كده عقلية، مش هتنفع عندنا ايه physical. number three, the Nile space fresh water for the Egyptian people. طبعا هنا provides بيزودهم، lacks ينتقص، loses يخسر، misses يفتقد، اكيد بيزودهم بالمية النقية، يبقى provides provides water. تمام، number four, you need to have enough time to space after a long working day. طبعا انت محتاج وقت كفايه عشان تستريح، to relax. okay, number five, successful people always work to a or an space. طبعا هنا الناس الناجحه دايما بيبقى منظمه وقتها، يبقى they work to a timetable. timetable يعني جدول مواعيد، حاجات متنظمه كده. number six, something that's space is helpful, okay, and leads to good results. طبعا هنا something that's positive، حاجة كده إيجابية، أكيد طبعا دي helpful مساعدة وبتؤدي لنتائج إيه مرضية. تمام، طبعا negative سلبي، pessimistic قلنا متشائم، stressful يعني مضغوط، يبقى هنا positive الحاجة الإيجابية دي بتؤدي لنتائج إيجابية ويعني مضمونة إن شاء الله. number seven, to succeed عشان تنجح، space on the job in hand and don't be distracted. يعني ركز كده في الوظيفة أو الشغل اللي في إيدك، and don't be distracted يعني ما تبقاش كده مشتت، يبقى هنا ركز يعني focus. focus on the job in hand يعني ركز في الوظيفة اللي إيدك. طب هنا معناها neglect يعني يتجاهل، مش تنفع، laugh يضحك، relax يسترخي أو يستريح. طبعا هنا الأنسب اللي هي focus، ركز في الوظيفة اللي في إيدك. number eight, no one is space to smoke here. ما حدش مسموح له ان يدخن هنا. no one is allowed to smoke here. okay, طب هتقول لي يا مستر ما هي let. تمام، معناها برضو مسموح، وبرضو عندنا let الباست منها let والباست participle let، فيبقى تنفع. اقول لك لا، let بيجي بعدها الverb infinitive من غير to، اما allowed هي اللي بيجي بعدها الverb بعده to. تمام، هنا number 9, this article is about finding a or an article اللي هو المقال between work and a free time. طبعا هنا finding balance, a balance يعني ايه توازن ما بين شغلك وما بين ايه الوقت الفراغ بتاعك free time. تمام، balance توازن. طبعا هنا balance ممكن تستخدمها كverb يعني وازن، او كnoun بمعنى توازن. اوكي، مستر number 10, مستر محمد give me some useful space on how to revise for exams. طبعا هو اداني حبة نصائح، يعني ايه نصائح هنا؟ some useful tips. تمام، away from my work time or work life I spend space time with my children every day, we all enjoy it. طبعا هنا I spend what quality time. ايه quality time ده؟ ده وقت خاص بقى مع عيلته، مع اطفال وهكذا، مع الاطفال. space balance is necessary. تمام، never let any of them to dominate، ما تخليش حاجه فيهم تسيطر على الثانيه. طبعا هنا work life، work life balance يعني اللي هو توازن ما بين شغلك وما بين حياتك المنزليه او حياتك الشخصيه. 13, as a or an space my uncle does the accounts of several companies. does the accounts يعني هنا يقوم بعمل السجلات، يبقى هنا as an accountant كمحاسب، ده وظيفته انه does the accounts، طبعا خاصه بالحسابات وهكذا. 14, both parents often need
to work, but they have to space their family and work. لازم يوازن ما بين ايه؟ عيلته وما بين شغله. balance هنا جاية verb فعل. have to بعدها اكيد verb. تمام، مضطرين انهم ايه؟ balance يوازن، ده فعل. 15 being a freelance worker يعني freelance freelance worker يعني ذو عمل حر، عامل ذو عمل حر. I don't always have a space work. طبعا هنا اكيد I don't have regular work، ما عنديش شغل كده بانتظام، انا freelance يعني حر، اعمل في اي وقت يعجبني. Number 16 my father is the manager of a large business. بابا مدير large business organization يعني منظمة ايه كبيرة جدا. Okay 17 whenever I look at طه، كل ما ببص لطه he spares me of his dead mother. May Allah bless her. اكيد هو بيفكرني بمامته، يبقى reminds me. 18 stress والضغط. stress can lead to ممكن يؤدي ل space of sleep and feeling exhausted at work. sleep يعني طبعا النوم and feeling exhausted ولو التعب الشديد. ايه الفرق بين tired and exhausted؟ tired يعني متعب، exhausted يعني very tired متعب جدا. طبعا هنا leads to what؟ leads to solo والمفرد طبعا، charge مسؤول، lack lack يعني نقص قلة، يبقى lack of sleep نقص ايه؟ نوم. طبعا ده الضغط بيسبب نقص نوم يعني ما تبقاش واخد كفايتك في النوم. 19 Sama is a space she is friendly and loves being with other people. Sama is what is sociable. sociable يعني اجتماعية. طب عرفت ازاي ان هنا الإجابة اجتماعية او sociable؟ لان هو عرف لك قال لك هي طبعا ودودة وبتحب تبقى مع الناس، يبقى اكيد ايه؟ sociable. عكس كلمة sociable ايه؟ shy يعني منطوي. اوكي نمبر 20 شاي طبعا منطوي او واحد كده خجول. it has two meanings. when I do my space at work اول ما بعمل ايه بقى؟ I turn off my business mobile and enjoy myself. يبقى when I do my tasks لما بأدي مهامي في الشغل بقفل الموبايل بتاعي عشان أدي بأريحية تامة. 21 try not to make important decisions حاول ما تاخدش قرارات when you are in a space situation when are positive respectable suitable stressful. طبعا هنا لما بتبقى في موقف كده مضغوط انت حاول ما تاخدش قرارات، لانك انت دايما قراراتك ما بتكونش صائبه، دايما القرارات الصائبه بتبقى كده وانت في اريحيه تامه when you feel relaxed. اوكي طبعا هنا 22 I miss the space for the application so I won't be interviewed. I missed the deadline اللي هو الوقت المحدد لايه لذلك انا مش هينفع ايه اروح اعمل انترفيو. 23 you have to space the amount of money you spend or you will be in debt. debt will be in debt يعني هتبقى مديون، يبقى اكيد لازم تقلل الايه كميه الفلوس اللي بتصرفها. increase يعني قلل، عكسها decrease يبقى increase سوري معناها يزود، عكسها كلمة decrease يقلل. limit يعني يحد من يعني يقلل برضو. appreciate يقدر. practice يتدرب. يبقى هنا يبقى هتقلل او هتحد من كمية الفلوس لإيه limit. عارف لو كان قال لك decrease ممكن كانت تنفع، لكن هنا ما جابلكش decrease، كتب لك increase اللي معناه يزود. 24 you have to be space change your mind when it's necessary to do so. طبعا لازم تبقى flexible مرن كده، غير وجهة نظرك او رأيك كده ايه لما الامر يستدعي. تمام ما تبقاش كده strict او stubborn. stubborn يعني ايه؟ واحد كده دماغه ناشفة مصر على حاجة، عنيد. 25 I take my laptop with me space I go. يبقى اكيد انا في اي مكان اروح يبقى wherever I go. طب whenever I go معناها ايه؟ في اي تايم انا بحبه. طب whoever اي حد انا بحبه. اوكي okay. whatever طبعا بتكلم ايه؟ اي شيء بحبه، وهكذا. however باي طريقه ان كان. يبقى هنا انا بتكلم عن مكان I go، طبعا I go somewhere يبقى wherever I go. he has a space too many tasks at the same time نفس المهمات تمام في نفس الوقت. I think he won't do well ما اعتقدش انه ايه هيبلي بلاء حسنا. يبقى هنا he has taken on يعني he has taken on some tasks
يعني كده تولى مسؤولية التاسكس دي، يؤدي المهام دي في نفس الوقت. 27 space has bad effects on both your mental and physical health، ليهم تأثير سيء على صحتك البدنية والذهنية. طبعا هنا stress suitability impression appreciation، طبعا هو stress، stress اللي هو الضغط فعلا، ليه طبعا آثار سلبية في جميع النواحي. 28 to be successful at work، عشان تبقى ناجح، enjoy and enjoy your life as well، وتستمتع بحياتك، space your work life from your family life. تمام، يبقى impress اضغط، direct وجه، license رخص، separate يبقى separate يعني يعزل، اعزل حياتك عن شغلك، تمام، عشان ما تبقاش ايه مضغوط، عشان تبقى شخصية ناجحة. Number 29 it's important to space your time. Yes you should know when you do what. You should manage your time. Manage your time يعني تدير وقتك، تدير وقتك كده بشكل ايه ناجح. Okay you should manage your wife your time sorry يعني تدير وقتك. Number 30 as a space accountant I work independently. يعني ايه work independently؟ يعني اعمل باستقلالية تامة for several different companies، في شركات كتيرة، يبقى اكيد freelance accountant، طبعا هنا محاسب ذو اعمال حرة بيشتغل براحتي. 31 to make your business more successful، عشان تخلي عملك ناجح you need to attract more space in different ways. عشان تخلي عملك ناجح اكيد محتاج تجذب مين بقى؟ inspectors ولا directors ولا clients ولا applicants. طبعا هنا ايه كلاينتس، كلاينتس اللي هم العملاء او الزبائن، تمام، ازاي تحاول تجذبهم للمنتج بتاعك، يبقى انت كده سكسسفول بزنس مان، راجل ناجح. 32 ماي فادر وركس فريلانس، بابا ذو اعمال حره، هي داز ذا سبيس فور سيفرال كومبانيز، طبعا دو اكونتس اخذناها، يعني يقوم بسجلات تجاريه كده، يعمل حسابات، كل الحاجات دي سجلات، يقوم بعمل سجلات اللي هي do accounts. 33 everybody space problems in their lives، طبعا هنا exercise يتدرب، experience laughs focuses، طبعا هنا experience problems يعني يعاصر مشاكل، كلنا بنواجه مشاكل، طبعا هنا face problems يعني واجه مشاكل او experience problems، طبعا هنا everybody طبعا دي بتعامل معاملة المفرد، فنقول experiences مش experience. ممكن experience تاخدها كنون اسم معناها ايه؟ معناها تجربة او خبرة. طب هنا كverb معناها يعاصر، يعني يواجه مشاكل كده. 34 give your children the chance to think، ادي اولادك اطفالك الفرصة to think and decide، ويقرروا ايه بقى؟ independently يعني بمعزل تام، يعني لوحدهم كده. طبعا الديبندنت يعني مستقل كده ايه مع نفسه، اما ديبندنت يعني متكل او معتمد على حد. اوكي people who are not sociable، الناس اللي هم مش اجتماعيين are likely to suffer from being، دايما بيعانوا من ايه suffer from being ايه، عندك هنا powerful power استبعدهم نهائي، عندك lonely sorry and loneliness. طيب هنا المفروض عندك lonely يعني وحيد، loneliness الوحدة، يبقى هما بيعانوا من ايه؟ they suffer from، المفروض ده قلنا suffer from loneliness، بيعانوا من الوحدة اللي هي loneliness، لكن انا اقول لك ايه to suffer from being، مضطر انت تحط هنا ايه adjective being lonely، ان هم بيكونوا وحيدين، يبقى ركز هنا، لو قال لك suffer from هتقول لي loneliness، اما suffer from being lonely، تمام؟ طبعا هنا suffer from يعاني من، هيعاني من ايه؟ الوحدة، يبقى suffer from loneliness. طيب طب suffer from being يعني يعانوا من انهم يكونوا ايه؟ الوحدة ولا وحيدين؟ اللي هي lonely. Number 36 he had to borrow money because he had made a big، مضطر يستلف فلوس لانه اكيد عمل big loss، خسارة كبيرة، اكيد مش profit مش ربح. طيب عندنا هنا احنا طب بتقول لوز يعني يخسر، طب بس دي فيرب، احنا عايزين ناون، عايزين اسم، عشان عندك ا بيج، طبعا ا دايما بتيجي مع مين؟ مع الاسم. اوكي نمبر 37 no one can space hard work forever they need enough time to sleep and relax no one
كان كاري اون، محدش يقدر يستمر في العمل الشاق طول للأبد، محتاجين وقت يستريح ويستريح ويسترخي. 38 when I am space I practice my favorite hobby looking after the plants in our garden. طبعا when I am free لما ببقى فاضي بمارس الهواية المفضلة بتاعتي، تمام، ان انا بهتم بالنباتات في الجاردن بتاعي. 39 people who take medicine for a long time، الناس اللي بتاخد دواء على فترات متباعدة، طبعا هنا ايه بيعانوا من ايه side effects يعني اثار جانبية، يبقى suffer from. اوكي 40 being a space he is always worried and hopeless. worried and hopeless يعني فاقد الامل كده، hopeless فقد الامل والان، يبقى being hopeful يعني عنده امل، لا طبعا. relaxed مسترخي، pessimistic متشائم، optimistic متفائل. طبعا هنا ايه بسمستك، طبعا بسمستك هيبقى اكيد ايه متشائم، هيبقى فاقد للامل وهيبقى قلقان. 41 after a year of looking for a job، بعد سنه مرور سنه من البحث عن وظيفه، he finally space work as a sales assistant. يبقى هنا he finally made ولا did ولا got ولا given، he finally got يعني حصل على وظيفه شغل. اوكي who space the accounts for this office، شكل كلمة accounts دي متكررة كتير، do the accounts، do the accounts، يبقى هنا يبقى who does. okay 43 to make clients trust you، عشان تخلي العملاء يثقوا فيك، you must always space the deadline. طبعا هنا لازم تلتزم بالموعد المحدد، يبقى هنا ايه meet the deadline. okay 44 I can't carry space working for this shop، I can't carry on، مش قادر استمر في العمل في المحل ده. ليه بقى؟ I work all day I don't get enough money، بشتغل طول اليوم مش باخد فلوس كفاية. 45 I took space this job as a temporary solution، يعني أخذت الوظيفة دي كحل مؤقت. I will continue looking for a better one، هكمل إن أنا أدور على واحدة كمان. يبقى هنا I took off ولا I took on ولا took out ولا took up، طبعا هنا إيه took دايما take on تيجي مع jobs وظيفة، يعني يتحملها يتولى مسؤوليتها يعني يشتغل فيها يتحمل أعبائها كده. 46 this medicine leads to space from different side effects، الدواء ده بيؤدي لإيه؟ بيؤدي للمعاناة، المعاناة هنا معناها إيه؟ suffering. leads to دايما يجي بعدها noun، leads to death يؤدي للوفاة، تمام، leads to suffering يؤدي المعاناة، أما suffer دي فعل يعاني، أما be suffered و have suffered ما لهمش علاقة بالموضوع يعني بعاد جدا. number 47 my cousin مصطفى، ابن عمي مصطفى is available، available ايه متاح ايه، I will ask him to apply for this job، أنا هطلب منه يتقدم الوظيفة دي. يبقى هنا is available، أخذنا الفرق بين available for work أو available at work. available for work يعني ايه؟ يعني مش شغال كده وعايز يشتغل، يعني متاح ان هو يشتغل يقدم في وظيفه ويشتغل. اما available at work يعني متاح في الشغل نفسه، فاهمين؟ يبقى هنا available for work لان انا هطلب منه يقدم في الوظيفه اللي جايه دي. هننتقل بقى الفوكابلوري على ال 3 units اللي هم 4 5 6 في السيت بوكس on. okay number 1 my محمد، no 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 it's Mr. محمد، it's a mistake، ده خطأ. Mr. محمد got his master's space in teaching English last year، طبعا هنا got his master's degree، حصل على الدرجة الجامعية بتاعته في teaching English، تدريس الإنجليش السنة الماضية. number 2 Mr. أشرف space in English from عين شمس University in 2000، طبعا هنا ايه graduated اتخرج، تمام. number 3 I space Mr. أيمن to be in charge of the research team، أنا طبعا هنا earn بكسب مستر ايمن، represent بمثل، remain يبقى، recommend اوصي، طبعا هنا انا اوصي ايه مستر ايمن ان هو ايه يبقى مسؤول ايه عن الفريق البحث. ممكن هنا برضو معناها recommend يعني انا ازكي مستر ايمن ان هو يبقى مسؤول عن الايه فريق البحث. number 4 علي said that he would be here at midday and here he is، علي قال ان هو بقى هنا في منتصف النهار وهو وها هو هو.
He never space a promise. He never breaks a promise. عمره ما بيخلف وعد. قال ووفى بوعده. Okay, number five. My mother really space it when my sisters and I cook dinner for her. طبعا هنا my mother appreciated it. يعني قدرت لما انا واخواتي my sisters and I يعني اخواتي وانا ايه cooked dinner طبخنا معاها. تمام؟ طبخنا مع العشاء. Number six, as a freelance accountant, كمحاسب مستقل, I can choose exactly which project to, طبعا هنا take to, take off, take on, take after, طبعا هنا project to, take on يعني أتحمله, يعني أشتغل. Number seven, in winter, we often see space in the trees in the park. Okay. طبعا في winter, إيه اللي موجود على الأشجار طبعا اللي هم الروبنز اللي هو طائر أبو الحناء. موجود على الأشجار. Okay. Number eight. Mr. Shabana has an important space in the government. طبعا ليه دور مهم. اللي هي رول. أما رول. رول يعني قواعد. تمام. أو قوانين. The problem with being a freelance worker. طبعا عامل مستقل. إيه المشكلة بقى؟ That you don't always get space work. Regular work. طبعا متكررة دي. إنك ما بتبقاش ليك عمل كده منتظم مستمر. Don't drink too much coffee or it will keep you space at night. ولا هيسهرك بالليل. It will keep you awake. هيخليك كده مستيقظ. انا عايز صفة. Adjective اللي هي ايه? Awake. تمام? اكيد مش هيخليك asleep. نائم. The army captain is in space of 50 soldiers today. يبقى is in charge of. مسؤول عن ايه? 50 جندي النهاردة. اليوم. Number 12, I think that parents should space the amount of time that the children play computer games because the games are bad for them. أكيد لازم يحجموا أو يحددوا كمية الوقت اللي هم الأطفال بيبقوا موجودين فيه قدام الكمبيوتر يبقى short limit. خدناه برضو من شوية. ممكن هنا ممكن decrease يقلل بس مش موجودة decrease. نفس فكرة الجملة اللي فاتت. To break someone's heart انك تكسر قلب واحد means to love them تحبهم make them very happy make them very unhappy تخليهم ايه مش مبسوطين يبقى هنا ايه to break someone's heart يعني تكسر بقلبه تخليه ايه مش مبسوط اوكي عندنا 14 the palace is very space it has more than 30 rooms طبعا البالاس القصر كان ايه ده فيه اكتر من 30 اوضه اكيد حاجه رائعه impressed Impressed يعني منبهر تمام دي بتوصف بها شخص Impressive مبهر اللي هي دي بقى Improved ولا Industrial Industrial جاي من Industry الصناعة طبعا هنا Impressive مبهر اوكي فيه 30 أوضة طبعا أكيد لازم يبقى مبهر Number 15 As a freelance worker كعامل مستقل You must meet the يعني You must meet the إيه يجب أنك تلتزم بإيه بالظبط Sunshine ضوء الشمس deadline firefighter مين firefighter اللي هو عامل الإطفاء ده اللي موجود بيطفي الحريق offline معروف يبقى أنا you must meet the deadline في عندك meet the deadline do accounts تمام متكررين جدا فممكن تيجي منهم واحدة السنة دي 16 it was a or an job it was interesting because it needed a lot of skills to do طبعا الوظيفة اللي تحتاج interesting مهارة وفي نفس الوقت شيقة ده بنسميها challenging job يعني ايه challenging job يعني كلمة challenging معناها difficult difficult in an interesting way يعني في حاجة صعبة كده بس فيها ايه نوع من التحدي وشيقة وجميلة تمام على الرغم انها صعبة فنقول على challenging تمام يبقى هنا هنقول difficult and interesting okay 17 The explorer المستكشف didn't go with anyone else to the Antarctica. طبعا المستكشف ما راحش كده لوحده مع حد راح لوحده. He went slightly solo, special, lonely. قدامك solo and special. عندك هنا solo وحيدا ولونلي وحيدا. حلو كده؟ بس ايه الفرق؟ عندك lonely هنا adjective مش هتنفع. وكمان يعني هنا lonely معناها حزين لان هو لوحده. تمام؟ فمالوش علاقة بالموضوع خالص فعندك هنا سولو طب هنا سولو يا مستر adjective ولا adverb الاثنين
عارف زي ايه بالظبط؟ زي فاست. فاست دي ادجكتيف وادفرب، صفه وظرف، فنفس الفكره. هنا وين تيجي بعدها ظرف اللي هي سولو. طب ما يا مستر سولو دي صفه، ما هي الاثنين، سولو دي ادجكتيف وادفرب، صفه وظرف الاثنين، زي كلمه فاست ظرف وصفه، adjective and adverb. Number 18, if you are working for an organization، لو انت شغال لحساب او تعمل لصالح منظمة، they find the space for you. هم طبعا هم هيلاقوا لك مين situation، disadvantage العيوب، sunshine clients العملاء، طبعا هم اللي هيجيبوا لك العملاء. انا مثلا شغال لحساب شركة فودافون، مش هروح ادور على عملاء فودافون. Okay, we usually take a 30 space break at a school. طب طالما هنا في a وفي داش، يبقى هنا ايه؟ لازم يكون هنا singular مفرد، يبقى انا واحده فيهم منت اهي بي. Number 20, in most countries you need a space to drive a car. انت محتاج ايه عشان تسوق عربيه؟ اكيد محتاج لايسنس، رخصه. خلي بالنا لو بالاس معناها هيرخص، لكن سي رخصه. Number 21, the company has an accountant to do the company accounts. اهي do accounts قلنا متكرره كتير. حسن's tooth hurt، اسنانه بتوجعه، all night and he went to the dentist because the space didn't stop today. اكيد الالم because the aching. Okay. 23, I told my little brother to read this book because it's space for young children. اقرأ الكتاب ده، أكيد مناسب جدا للأطفال. It's suitable. Suitable for children يعني مناسب للأطفال. 24. طارق is not employed by the computer company. هو مش موظف، فأكيد هو freelance. He is a freelance worker. عامل مستقر. الشركة مش موظفة، يبقى هو freelance worker. 25. It was very hot and busy in the market today. كانت حر بقى وزحمة قوي. تمام. So one tourist سائح ماله بقى حصل له ايه؟ rhymed ruled fainted summarized. اكيد fainted اغمى عليه، فقد وعيه طبعا وسط الزحمه دي. My cousin wants to have a space in law mark work degree license. اكيد طبعا he needs a degree، شهاده جامعيه فين؟ في القانون. 27. Mustafa is always very space and likes to talk to everyone. شخصية بيحب يتكلم مع ناس كتير، أكيد sociable. sociable يعني اجتماعي. عارف يعني ايه شخصية اجتماعي؟ يعني ليه أصدقاء كتيرة وبيكلم ناس كتير. don't make too much noise، تعملش ضوضاء كتيرة. the baby is، البيبي ماله بقى؟ asleep، نائم. تمام. number 29. my older brother has been in space a math prize from Cairo University. طبعا اكيد اتكافئ، يبقى هنا advised practiced awarded directed. طبعا هنا awarded يعني اتكافئ، طالما برايز يبقى awarded. the people that I help at the charity، الناس اللي بساعدهم في الخير، charity يعني الخير، are always very space of my work. طبعا هنا ايه؟ مقدرين لعملي، are very. انا عايز بقى صفه. تمام. يبقى عندنا appreciation appreciatively ابعدهم، يبقى عندنا appreciated و appreciative. طب هما مقدرين مش مقدرين، يبقى هنا appreciative. تمام. هنا appreciated ممكن استخدمها كverb، يعني قدر. I appreciated my brother for helping me، يعني انا قدرت اخوي، يبقى هنا كverb. 31. عماد hit his head and became a space but he is feeling much better now. he became unconscious، يعني فاقد للوعي، خبط دماغه. 32. It hurt when I hit my head on the shelf. يعني بتألمني لما خبطت دماغي في الرف. But the pain soon، بس الألم soon ايه؟ eased، يعني خف كده. 33. This new hospital was built with money from the، المستشفى دي اتبنت من الفلوس، من طبعا من ليه؟ ال government، ليه؟ الحكومة. وبكده نكون انتهينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراكم الحلقة القادمة إن شاء الله.